الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، أحييكم مرة أخرى في هذا اليوم، في هذا اليوم الخاص بسن الإجداع، 6 كيلومترات، مسيرة الكبار ومسيرة سن الإجداع. الشوط 16 الذي ينطلق في يوم الخميس الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2015 نيسان باترول بيك أب، جائزة المركز الأول. يا سلام أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، ينطلق على بركة الله والتوفيق في هذا التحدي الكبير، في هذا النزاع الكبير. ننطلق وإياكم مع مشهور الهجن الشحانية، مع المضمر محمد بن خالد العطية، مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني، المركز الثاني، وصلت جماهير على المركز الثاني لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثالث، يا سلام، المركز الثالث هذه الشاهينية لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري، هو من يضمر الشاهينية اللي أوصلت على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع وهي الطيارة لهجر الشحانية، يضمر طيارة سالم بن فاران المري المضمر المنطلق الذهبي في بهذه اللحظات، وهو في المركز الخامس. المركز الخامس، يا سلام، ناخذ المركز الخامس يا مشاهدينا الاعزاء، وهذه هذه الطيارة، ويا مرحبا بالطيارة وسرابه والطيارة لهجن الشحانية، يضمرهن سالم بن فاران المري. يعود بكم إلى مقدمة الشوط، يا سلام، في هذا اليوم وفي هذا الختام، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هنا في هذا اليوم، يوم الخميس 26 من شهر فبراير لعام 2015، في أسبوعنا الأول وآخر أيام هذا الأسبوع الأول، لنلتقي بكم في أسبوع قادم يحمل في طياته العديد والعديد من المفاجآت الكبرى من سن الكبار والذلل الكبار الأصايل. أيها الحفل الكريم، موعدكم في مساء هذا اليوم مع أشواط الرموز الأربعة، الشلفة الذهبية الخاصة بشوطنا المفتوح، الخاصة بسن الإجداع، الشوط الرئيسي خاص بأيضا سن القعدان المفتوح، بينما رمزين آخرين ذهبيين خاصة للسن لفئة العمانيات، سواء البكار أو القعدان من مسافة 6 كيلومترات، الانطلاقة، وندعو الكل وندعو الجماهير متابعة الانطلاقة في الفترة المسائية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر هذا اليوم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مقدمة هذا الشوط، وهذه هي المنطلقة، وهذه هي المندفعة، وهذه مشهورة، مشهورة، باحثة عن الشهرة، باحثة عن الشهرة. وهنا في مقدمة الشوط هجن الشحانية، المضمر من يا أخواننا؟ المضمر هو المشاغب، المشاغب، ومن قدم لنا الإعداد، من قدم الإعداد في رمز اللقاية، في رمز اللقاية، في ذهبي اللقاية، في أحد أشواط القوة في هذا المهرجان وهجر الشحانية. وهنا يرافق مشهورة محمد بن خالد العطية، جماهيرك يطالبونك برمز آخر في هذا المساء، في هذا المساء، يا سلام، يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني، هذه منصورة أو السايحة اللي قادمة لهجن العاصفة، هجن العاصفة موجودة يا إخواننا، هجن العاصفة، إمبراطورية العاصفة الكبيرة قادمة من دبي، من دبي، من هناك من المرغب قادمة، وهذه السايحة هنا مملوك لسمو الشيخ حمدان، هجن العاصفة غير الكتبي، يس
المركز الثالث، المركز الثالث الطيارة، الطيارة وبطير الطيارة، وبطير بالفعل الطيارة اللي مقلعة إلى هذه اللحظات الطيارة. الله يا الطيارة لهجر الشحانية سالم بن فرار المري الذهبي، الذهبي يعلن التحدي في بداية هذا الختام، يعلن التحدي من الآن، يعلن التحدي بل أعلنه من يوم اللقاية، من يوم اللقاية، من يوم الرموز. يا السلام هنا والموعد بإذن الله في مساء هذا اليوم مع شعارك يا الذهبي. يا السلام، نتمنى التوفيق لكل المشاركين. المركز الرابع اللي من الجانب الآخر، وهذه هي من وصلت أوصاف لهجر الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ورابعا الشاهنية لهجر الشحانية سلطان أو سالم بن فرار المري، من ينطلق مع خامس المراكز. أعود إلى مشهورة، يا سلام يا مشهورة، أتمنى أن تواصل للمسيرة كما هي، وأتمنى أن تبقى كما هي بلا منافس ولا منازع. هي تقبل على لوحة الكيلومتر الأخير وترقص وحيدة في أرضية الميدان برقص فنان وأداء ممتع وعرض جميل عبر قناة البدع الفضائية وقناة الريان الكبير العملاقة الفضائية وقناة دبي ريسينج مع 900 متر الأخيرة. اذهبوا مع مشهورة لكي تتابعوا ما تفعله مشهورة في 800 متر الأخيرة. هجر الشحانية هي الفائزة، هجر الشحانية هي المنتصرة، هجر الشحانية هي الكبيرة. هذه من تسيطر، مشهورة باسم كبير، اسم مشهور مع مضمر مشهور، محمد بن خالد العطية. السايحة قادمة يا اخواننا، السايحة قادمة. يا سلام بهجر العاصفة محمد بن راشد بن غدير الاستبي. ولكن اعود الى مقدمة الشو، سلام يا المشاغب، سلام، أوجه لك التحية والسلام والاحترام يا المشاغب. من هنا، من هنا على الهواء بث مباشر نزفت التهاني وأجمل التبريكات لهجن الشحانية وأمبراطورية الشحانية وميدان الشحانية ودولة قطر على هذا الانتظار المستمر في هذه اللحظات. 300 متر الأخيرة وهذه مشهورة، من تعانق وتقبل على خط النهاية بكل فوز وثقة واستحقاق لنيل الفوز والانتصار. هذه السيارة تذهب بنصيب مشهورة، ومشهورة هي راعية الشوط. هذه لحظات الفوز، تهانينا من الأعماق لهجر الشحانية وهذه امبراطورية الشحانية تستمر بالانتصارات. المركز الثاني سايحة لهجر العاصفة حمد بن راشد بن قدير التمي. المركز الثالث من وصلت العزوب لهجني زعبيل مع راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. مركز ثالث أو مركز الرابع عفوا هي الطيارة لهجر الشحانية سالم بن فرار المري، وخامسا وصلت أوصاف لهجر الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أيها الحفل الكريم، تهانينا والناموس دائما لهجر الشحانية على هذا الفوز، وناخذ التوقيت الزمنية لثلاث المراكز الفائزات في هذا الشوط 16 للمجموع. التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:38، 11 جزء من الثانية. هو توقيت مشهورة المركز الثالث، الثاني السايحة، وتوقيتها 9:33، 94 جزء من الثانية لهجر العاصفة حمد بن راشد بن غدير. اكتبي المركز الثالث من وصلت مالكة لهجر زعبيل وهي العزوم، توقيتها 9:00. توقيت العزوم 9:22:00.